وتحضر معنا في بلاتو الظهيرة شرادي فتيحة، المديرة المسؤولة عن تطوير المنتجات الفلاحية بمجموعة المكتب الشريف للفوسفات. أهلا بك. شكرا سيدتي وشكرا على الدعوة. مرحبا بك. إذا مثمر، بداية شنو هي الآلية ديال المثمر؟ نعلم أنها في المرحلة الثانية من عمرها. المثمر هو آلية اللي كتجسد التزام مجموعة أو سي بي كشريك تاريخي منذ أكثر من 10 عقود للفلاحة المغربية والفلاحين من أجل النهوض بالقطاع، وكيتمحور في نقطتين أساسيتين. الأولى هي دعم الديناميكية اللي كتسهر عليها الوزارة الوصية بتزويد الأسمدة المناسبة ذات جودة عالية وفي أحسن الظروف. النقطة الثانية هي تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين اللي كيسهروا على القطاع، والخصوص الفلاحين والفلاحين الصغار. هاد الآلية بمعنى أنه الفلاح الصغير ممكن يكون جزء من هذا المشروع ومن هذا الآلية اللي اسمها مثمر. الفلاح الصغير ليس بجزء، بل الفلاح الصغير المثمر عنده 3 ديال الدعامات بكل عجالة. الدعامة الأولى هي المقاربة العلمية باش نتأكدوا من استدامة الاستثمار. الدعامة الثانية هي المقاربة الاشتراكية، كنخدموا مع الوزارة الوصية، مع الفاعلين، مع المجتمع المدني، مع السلطات باش نضمنوا استدامة المبادرات الجيدة. الدعامة الثالثة وهي الأهم هي الاستثمار في الفلاح كفاعل أساسي من أجل التغيير والنهوض بالقطاع. إذا ماشي هو جزء، هو حامل التغيير. كانت احنا في المرحلة الثانية من آلية مثمر. ماذا أثمرت المرحلة الأولى من مثمر؟ سأقول أن الحصيلة هي حصيلة أولوية، هي حصيلة جماعية ماشي ديال مجمع الشريف فوسفات. جميع الفاعلين اللي كيخدموا معنا، وبالخصوص الوزارة الوصية، الإرشاد الفلاحي، المديريات الجهويات والفلاحين، هاد الآلية كتضمن باقة من العروض المجانية فيها تحليل التربة بالمجان للفلاحين، منصة تطبيقية، تكوين عن قرب، دورات تكوينية، تكنولوجيا وغيرها. وكيسهر على هذا البرنامج القلب النابض اللي هو شباب مهندسين اللي ساكنين وقاطنين مع الفلاحة في المناطق القروية من أجل برنامج بلورات هذا البرنامج. نرجع للسؤال اللي هو شنو هي الحصيلة. الأرقام عندنا اليوم أكثر من 30,000 فلاح اللي كانوا واكبوه بطريقة مباشرة، وأكثر من 150 فلاح بطريقة غير مباشرة. والهدف ديالنا أننا نوصلوا عبر آليات أخرى هاد الحصيلة ولا هاد الآليات لجميع الفلاح المغاربة 1,500,000. هناك وقع إذا سمحتي لي أستاذة على الجودة، على المردودية، وبالخصوص تبني الممارسات المعقلنة. نوقفوا عند النقطة ديال الجودة والمردودية. أنا ما كنفهمش بزاف في الأرض، ولكن تربة الأرض تختلف من منطقة إلى منطقة. واش اليوم المكتب مجموع لو سي بي يواكب هذا الحقيقة العلمية بأسمدة كتراعي هذه الخصوصية؟ هناك جيل جديد من الأسمدة؟ نعم سيدتي، كنذكر أن مجموعة أو سي بي هي رائد عالمي في إطار في قطاع الأسمدة، وفي إطار الدعم ديال السوق المحلي عنده اهتمام خاص. غنرجع للمقاربة العلمية. عندنا اليوم توصيات علمية بتركيبات محددة مناسبة، تركيبات ديال الأسمدة. كل سماد أشنو فيه؟ فيه شوية الفوسفات، فيه البوتاس، وفيه لازوت. وكل منطقة كاين عندها التركيبة ديالها حسب الزراعة، حسب المنطقة، وحسب التربة. وعندنا اليوم توصيات مناسبة بالنسبة لكل منطقة. منين جاتنا هاد التوصيات؟ جاتنا من خريطة خصوبة التربة الوطنية اللي سهرت عليها بكل افتخار المؤسسات العلمية الوطنية، لينغاليا فيلينا، في إطار واحد تشارك مرجعي ما بين OCP وما بين الوزارة الوصية. واليوم عندنا تركيبة جهوية، تركيبة إقليمية، وتركيبة مشخصة سور مزور. وكاين OCP دخل واحد الوحدة الذكية اللي هي سمارت بلندر اللي كتمثل هو الجيل الجديد ديال الأسمدة، الجيل الجديد ديال انتاج الاسمده المناسبه اللي غتمكننا وتمكن بالخصوص الفلاح الصغير اللي ما عندوش الامكانيات ديال الارشاد واللي ما عندوش مدير تقني انه يعرف ان بالنسبه للتربه ديالو كاينه وحده اللي
اللي ممكن ممكن تخرج له الخنشه ديالو حسب المردوديه ديالو وحسب المعايير الفيزيائيه ديال التربه ديالو. واليوم المغرب ديالنا عنده واحد الشبكه اللي فيها اكثر من 50 وحده اللي تم التعبئه ديالها مع الشركاء ديالنا. سيداتي شكرا لك. فتيحة الشرادي المديرة المسؤولة عن تطوير المنتجات الفلاحية داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات. شكرا لكم سيداتي.